قد ايه سيدنا رسول الله كان حنين، وكان حنين على اقرب الناس ليه اللي هم احفاده الحسنين عليهما السلام. الحسنين هما ريحانتا سيدنا رسول الله. الحسنين دول احفاد سيدنا النبي، اولاد سيدنا الامام علي وستنا الزهراء فاطمه عليهما السلام. الحسن والحسين سيدنا رسول الله كان بيسميهم الحسنين عليهما السلام، كان دايما يقول الحسنين هم ريحانتاي من الدنيا، أحلى حاجة عندي في الدنيا عليه الصلاة والسلام. هنتعلم النهاردة من سيدنا رسول الله إزاي بيكون الحنان على الأبناء، إزاي تشبع أولادك حنان فتقدر بكده لما يكبروا تحميهم من كل العلاقات السامة أو من كل الحاجات التوكسيك اللي بنسمع عنها دلوقتي. لو شبعوا حنان وهم صغيرين هتبقى عندهم مناعة نفسية، صعب جدا يقعوا في علاقة توكسيك، وصعب يتعرضوا لأذى نفسي في العلاقات بسببك أنت، عشان انت شبعتهم حنان وهم صغيرين. واعظم واحد عمل كده في الدنيا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اول لحظه ليهم في الحياه. سيدنا رسول الله عارف ان الاطفال، احنا عندنا في العلم الحديث اكتشفنا ان الاطفال بيبداوا يحسوا من اللحظه الاولى ليهم في الحياه، وسيدنا رسول الله كان عارف كده من اكتر من 1400 سنه. اول ما ولدت السيده فاطمه الزهراء البتول حبيبة سيدنا النبي عليه السلام، جري بسرعة عليه الصلاة والسلام دخل على بيت السيدة فاطمة. كانت في اللحظة دي يدوبك لسه والدة سيدنا الحسن حبيب سيدنا رسول الله. فأول ما أخدته الست اللي كانت بتولد السيدة فاطمة فقال هاتوا ابني ادهولي، أخدوا حضنه في جية سيدنا الإمام علي رضي الله عنه عليه السلام. فسيدنا رسول الله قال له يا علي ماذا سميت ابني؟ سميت ابني ايه؟ ويقول علي ابني مش حفيدي، سميت ابني ايه يا علي؟ قال يا رسول الله سميته حربا. سيدنا علي بيحب الحرب وبيحب القتال، فارس، سيدنا علي ده فارس. قال سميته حربا يا رسول الله. سيدنا رسول الله مش بيحب الحرب، عمره ما حارب الا وهو مضطر عليه الصلاة والسلام. قال يا علي ولا الحسن، يعني بيخيره ولا نسميه الحسن أم الحسن يا علي؟ سيدنا الإمام علي عليه السلام ورضوان مؤدب قال يا رسول الله هو الحسن. خلاص فرح بيه جدا سيدنا رسول الله، قبله وحضنه، ومن اللحظة الأولى سيدنا الحسن عليه السلام حاسس بحب وحنان سيدنا رسول الله. وفيها جبر خاطر لستنا فاطمة لما تلاقي أبوها جاري يحضر ولادتها، قد إيه بيديهم مناعة نفسية عليه الصلاة والسلام. بعد شوية يجي ميلاد الحسين، فبرضو الصحابة يجروا على سيدنا النبي إلحق يا رسول الله ولدت فاطمة، يجي جري صلى الله عليه وآله وسلم. طب متخيل إحساس ستنا فاطمة إيه؟ كل شوية تلاقي أبوها بيجري عليها حنان غير عادي. عشان كده ستنا فاطمة كانت سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة، لأن نفسيتها مكتملة. فيجري عليها صلى الله عليه وآله وسلم فتولد الحسين، فيقول هاتوا ابني هاتوا ابني، ياخدوا يحضنوا. فدخلت سيدنا الإمام علي، يا علي ما سميتم ابني؟ قال يا رسول الله سميته حربا. يعني سيدنا الإمام علي نفسه يسمي الاسم ده. قال يا علي أم الحسين ولا نسميه الحسين؟ قال هو الحسين يا رسول الله، مش هنزعل حضرتك. فتسموا الحسن والحسين ريحانتا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان كل شوية يروح عند بيت ستنا فاطمة ويقولها فين الحسن والحسين؟ تفضل يا سيدنا النبي أهم. تحكي ستنا فاطمة رضي الله عنها وعليها السلام ان هو دايما صلى الله عليه وآله وسلم كان يحضنهم، بتقول كده بالظبط، وكان يشتمهما، يعني يقعد يشمهم. الام الحنينة قوي هتفهم انا بقول ايه. الام لما بتبقى حنينة قوي على اولادها بتبقى عارفة ريحتهم، بتشم ريحتهم. سيدنا رسول الله كان يشم ريحتهم ويفضل يشمهم ويحضنهم ويبوسهم ويقول اللهم اني احبهما فأحبهما يا رب وأحب من يحبهما.